افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات تدشين الاتحاد الخليجي للتكرير بحضور معالي المهندس بخيت الرشيدي وزير البترول بدولة الكويت الشقيقة وعدد من مسؤولي دول مجلس التعاون في القطاع النفطي. وخلال التدشين تم الإعلان عن مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي المزمع عقده في البحرين في أكتوبر المقبل برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء. لأنها تدرك أهمية العمل في المجال النفطي وتعي تلك الرؤى التي صاغتها في هذا الشأن، جاء هذا التدشين لفعاليات الاتحاد الخليجي للتكرير على أرض المملكة ليجسد ذلك الطموح الذي يعزز المستقبل التنموي الاقتصادي. معالي وزير النفط تولى زمام تدشين هذا الاتحاد بصبغته الرسمية ليثبت أن البحرين تحرص بعناية فائقة على إنجاح تأسيس هذه الكيانات المتخصصة على أرضها وتقديم كافة أنواع الدعم اللازم لها لتكون همزة وصل لجميع أقطاب القطاعات ذات العلاقة. الاتحاد الخليجي للتكرير طبعا تم إنشاءه من قبل الشركات النفطية الخليجية على رأسها شركة أرامكو السعودية، شركة نفط البحرين بابكو، شركة النفط الكويتية، وكذلك شركة أبوظبي للبترول أدنوك. طبعا جميعها فيما يخص التكرير وقطاع البتروكيماويات، والقصد منها هو تبادل الخبرات في هذا المجال وأيضا صقل المواهب الناشئة في الجيل الجديد وتشجيع الشباب والشابات للدخول في هذا القطاع المهم. طبعا هناك الكثير من المصانع اللي اليوم يتم إنشائها لتطوير هذه الصناعة، وبابكو مثل ما تعرفون تم التوقيع على إنشاء المصفاة الجديدة وتم اختيار أحدث التقنيات لتطوير المشتقات البترولية. نحن سعداء في استضافة مملكة البحرين هذا اللقاء النفطي، وكل الشكر والتقدير إلى معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة اللي كان حقيقة حريص ومهتم بأن يكون تأسيس الاتحاد الخليجي للتكرير ويكون مقره في مملكة البحرين. هاي محل سعادة لنا جميعا، لا شك بأن تأسيس هذا الاتحاد راح يسهم في شكل كبير في تعزيز التنسيق والتكامل في السياسة النفطية الخليجية. الاتحاد الخليجي للتكرير لم يكن مجرد شعار يذكر، إذ يضم في ثناياه عملا استراتيجيا وحزمة من المشاريع المشتركة وسوقا لاستعراض مختلف التجارب وطرح الحلول الإدارية والفنية والتقنية وتبادل الخبرات العملية بين المتخصصين. الاتحاد الخليجي للتكرير هو عبارة عن منصة وملتقى ما بين مصافي دول التعاون الخليجي لعمل ربط ما بين هذه المصافي لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب والدروس المستفادة وأحسن الممارسة الفنية. الاتحاد يخدم التوجهات الاستراتيجية للشركات النفطية في دول مجلس التعاون، ونجد أن هناك فرص عديدة لتبادل الخبرات وكذلك لنشر المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، لأن اليوم احنا نشوف أن العالم يعني اتجه إلى التوسع في الأويل اند غاز، ونشوف احنا الخليج العربي يعني يعتبر مركز مهم لهذه الصناعة الهامة، تعتبر يعني صناعة يعني هامة لتوفير الطاقة النظيفة وكذلك يعني تزويد العالم بهذه الطاقة. وخلال هذا التدشين أعلن عن تشكيل 8 فرق فنية تخصصية في مجالات المصافي المتعددة تحت إشراف الاتحاد، شاملة الصحة والسلامة والبيئة والتميز في التشغيل والموثوقية والنزاهة والتقنية والطاقة وتطوير القوى العاملة وغيرها.
من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، لا سيما تلك التي تتواكب مع الرؤية الوطنية 2030، جاء تدشين هذا الاتحاد الخليجي مؤكد عمق التعاون بين دول مجلس التعاون، فضلا عن الخطط الرامية إلى الازدهار والنهضة في المجال النفطي. لتلفزيون البحرين صالح حسين.